في فريق من المراسلين في أرض الملعب في أرض مختار التتش، الزملاء الأعزاء الزميل فاروق صلاح والزميلة سالة حامد والزميل كريم أحمد ومريم سميح، أربع لعيبة من الوزن الثقيل في أرض ملعب مختار التتش النهاردة عشان ينقلوا لكم كل تفاصيل هذا الحدث، بالإضافة إلى استوديو البث المباشر من ملعب التتش الزميل أحمد سمير والزميلة نهواند سري. لكن خلينا نروح لفاروق صلاح وسالة حامد ونشوف هذه الانطباعات الحية من أرض الحدث في ملعب مختار التتش. كل الشكر ليك يا استاذ ابراهيم، والشكر موصول ايضا للزملاء الاعزاء الكابتن هاني رمزي، الكابتن خالد العوضي والزميل امير هشام، وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وطبعا برحب بزميلتي العزيزه سالة حامد. سالة اهلا بيك النهارده، لحظه من اللحظات السعيده لينا كاهلاويه وكل من ينتمي لمنظومه النادي الاهلي، حفل تدشين النجمه العاشره، مشوار كبير للنادي الاهلي في المحفل الافريقي وتدشين النجمه العاشره، يعني زي ما نقول لحظات سعيده بنعيشها كلنا وكل من ينتمي للنادي الاهلي. يا سلا اكيد كواحده من منظومه عمل النادي الاهلي بتبقى سعيده جدا بوجود هذا الحفل وان تكوني جزء من هذا الحفل. طبعا بشكرك جدا زميلي فاروق، واكيد برحب بك يا استاذ ابراهيم وبكل زملائي في الاستوديو وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يمكن زي ما انت قلت يا فاروق فعلا يعني الاحتفال النهارده تدشين النجمه العاشره على تيشرت النادي الاهلي يعني بيدعو اي حد طبعا منتمي للنادي الاهلي ان هو يشعر بالفخر بانتمائه للنادي الاهلي. يعني كمان برضه خليني يا فاروق اقول لك واقول للساده المشاهدين والكابتن طبعا ابراهيم وكل زملائي في الاستوديو على بعض الاستعدادات وتجهيزات الحفل النهارده. يمكن طبعا زي ما كلنا عارفين يعني استاد هو المكان اللي هيقام عليه الاحتفاليه النهارده. يمكن زي ما احنا واقفين يا فاروق طبعا ورانا بوابه المعلمين، هي بوابه الدخول لكل المدعوين والحضور للاحتفال النهارده، هي اللي هتكون البوابه زي الانترنس يعني لكل المدعوين والضيوف. كمان كل الضيوف هيكون اسمائهم متسجله في الكشف الخاص فقط بالاحتفاليه، يعني اي حد اسمه هيكون مش موجود في الكشف هيكون ممنوع من الدخول. كل المدعوين هيكون اسمهم في الكشف طبعا. يمكن يعني النادي الاهلي يعني عزم العديد من الضيوف منهم طبعا يعني الاكيد اللي هيكون متواجدين مجلس اداره النادي الاهلي واكيد يعني الفريق الاول لكره القدم ومعاهم طبعا الجهاز الفني تحت قياده مستر بيتسو موسيماني، ويعني بعض المدعوين زي فاروق يعني بعض الشخصيات العامه عامه يعني في الاعلام والشخصيات الرياضيه، وكمان يعني بعض اللعيبه القدامى واللعيبه يعني القدامى سواء هنا في النادي الاهلي او في الانديه الاخرى، وطبعا بعض ممثلي وسائل الاعلام وبعض المدعوين. يعني كل دول ان شاء الله هيكونوا متواجدين هنا في الاحتفاليه الخاصه بتدشين النجمه العاشره على تيشرت النادي الاهلي. كمان يا فاروق يعني خليني اقول لك نقطة مهمة جدا يمكن النادي الاهلي النهارده اهتم بيها جدا، ادارة النادي الاهلي اهتموا بان هم يعني يستأجروا الجراج الاوبرا او كمان يعني جراج المحافظة بجوار النادي الاهلي عشان طبعا يعني يوفروا العديد من الاماكن، يكون في اماكن متوفرة كتير جدا لكل المدعوين وكل الضيوف ان هم يقدروا ان هم يعني يركنوا سياراتهم في الاماكن دي، وكمان ان هم يعني يلاقوا الاماكن بكل سهولة عشان يسيبوا عربياتهم ويدخلوا للاحتفال. كمان يمكن دي نقطة مهمة جدا النادي الاهلي يعني اهتم بيها توفيرها لكل الضيوف. وكمان من النقط يعني المهمه جدا هي بقى اللي قال عليها طبعا دكتور سعد الشلبي المدير التنفيذي للنادي الاهلي، مفاجاه انه كابتن الخطيب ومجلس الاداره هيكرموا ان شاء الله يعني بطله النادي الاهلي في الكاراتيه وبنت النادي الاهلي جيانا فاروق. بشكرك يا سالة، ويعني خليني اوضح لك من النقاط المهمه يا استاذ ابراهيم طبعا ولكل مشاهدينا وزملائنا الاعزاء. كابتن محمود الخطيب بالامس احنا كنا موجودين وشاهد عيان على الامر هذا الامر ان الكابتن محمود الخطيب بنفسه يعني كان بيشرف على تنظيمه والامور الخاصه بالتجهيز للحفل، يعني استمر تواجده للساعه الواحده فجرا او الثانيه فجرا كابتن محمود الخطيب بنفسه برفقه الدكتور سعد شلبي، يعني على هامش ايضا التكريم النهارده في طبعا دعوه وجهت لمعالي الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه وايضا النادي الاهلي وحرص النادي الاهلي. النادي الاهلي بيقدم رسالة، والرساله بتقول ان النادي الاهلي فوق الجميع، النادي الاهلي بكل ابنائه. تم توجيه دعوه لاعضاء مجالس الاداره السابقين في النادي الاهلي، النهارده هتبقى في كلمه للكابتن محمود الخطيب، كلمه لمعالي الوزير الدكتور اشرف صبحي، ايضا هيكون على هامش يعني التدشين الحفل النجمه العاشره، طبعا تكريم للقيمه والقامه طبعا المهندس عدلي القيعي وايضا الاستاذ محرم الراغب، ايضا القيمه والقامه مدير التنفيذي وعضو مجلس الاداره السابق، دايما بنقولها النادي الاهلي غني بابنائه. ايضا من ضمن الامور الموجوده ايضا في الحفل اليوم هو مشوار
مشوار النادي الاهلي للوصول للعشر بطولات، المشوار اللي انطلق من كوماسي عام 82 مرورا بالقاهره 87 والقاهره ايضا 2001 ثم القاهره 2005 ثم انطلاقا الى رادس في تونس ب 2006 ثم 2008 في جروه بالكاميرون بالفوز على القطن الكاميروني في مدينه جروه الكاميرونيه، ثم 2012 في رادس بتونس، ثم 2013 في ملعب المقاولون العرب بالقاهره، ثم 2020 او مباراه القضيه ممكن، مباراه القضيه ممكن باستاد القاهره الدوري، ثم اخيرا وليس اخرا كازابلانكا ومباراه 2021 والنجمه العاشره للنادي الاهلي، المشوار اللي انطلق او البطوله العاشره اللي انطلقت وكانت البدايه من لقاء سونوديب بالنيجر، مرورا بسيمبا التنزاني في تنزانيا ومرورا بفيتا كلاب في الكونغو، ثم المريخ السوداني بالسودان، ثم سان داونز بجنوب افريقيا، ثم تونس وملاقات الترجي التونسي في تونس، ثم اخيرا وليس اخرا مباراه كازابلانكا والفوز على كايزر تشيفز في المباراه النهائيه. ده كان مشوار النجمه العاشره، مشوار طويل وبطولات عديده للنادي الاهلي، نتمنى يا رب تستمر البطولات وتستمر المسيره. من جديد تعود الكلمه للكابتن ابراهيم المنيسي والزملاء الاعزاء في الاستوديو.